القانون المالية الجديد إن شاء الله حتى نصادقوا عليه على مستوى المجلس الوزاري اللي هو مبرمج إلى 4 أكتوبر الجاي إن شاء الله في إطار برنامج فخامة الجمهورية. جينا باستراتيجية جديدة بأن نخرج من تبع المحروقات، جينا بأن نوعوا الاقتصاد نتاعنا ونرتكز على اقتصاد ليخدر ويخلق ثروة قوية متراكمة اللي تسمح لنا بأن نمول اقتصادنا ونخرج من هذه التبعية.